بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بكل خير. في الفيديو السابق كان كلامنا عن أهم 10 هرمونات تتحكم في كل أنشطة وعمليات الجسم، واتكلمنا عن 5 هرمونات منهم: هرمونات الغدة الدرقية وهرمون الأنسولين، ثم الهرمونات الجنسية الأنثوية البروجسترون والأستروجين، والهرمون الجنسي الذكوري وهو التستوستيرون. والنهاردة هنكمل رحلتنا مع باقي الهرمونات المهمة. فضلا تابعوا الفيديو للنهاية، وما تنساش اللايك والشير والاشتراك بالقناة. اهلا وسهلا بكم. زي ما اتفقنا ان الهرمونات هي الوسيلة اللي بيدي بيها الجسم الاوامر المختلفة لكل الاجهزة والاعضاء علشان تشتغل بشكل سليم وبتناغم، بحيث مفيش عضو يتداخل في عمل العضو الاخر، علشان كده بنسمي الهرمونات بالرسل الكيماوية. النهاردة هنستكمل رحلة باقي الهرمونات العشرة المهمة. الهرمون السادس هو هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن، وده بيتم افرازه من الغدة النخامية ومكانها في الدماغ، وترتفع مستويات هرمون البرولاكتين خلال فترة الحمل. وظيفة هرمون البرولاكتين الاساسية هي تنظيم لبن الام وتنظيم الرضاعة، وبعد ولادة الطفل بيزيد افراز البرولاكتين لتحفيز انتاج الحليب لتغذية الرضيع. وبالاضافة الى ذلك بيساهم البرولاكتين في تنظيم دورة الحيض والتوازن الهرموني العام للاناث. والجدير بالذكر ان دور هرمون البرولاكتين لا يتوقف فقط على الرضاعة والتكاثر، ولكن هذا الهرمون المهم بيؤثر ايضا على الانظمة المختلفة في الجسم مثل الجهاز المناعي والجهاز الهضمي وصحة المعدة والامعاء والكبد وكذلك الكلى. وعند الرجال يمكن ان يؤثر ارتفاع مستوى البرولاكتين على القدرة الجنسية والتوازن الهرموني. من المشاكل المتعلقة بهرمون البرولاكتين قد يحدث اضطراب في افراز هذا الهرمون، مثل فرط البرولاكتين او ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين، والسبب قد يكون ورم في الغدة النخامية، وهذا يؤدي لعدة مشاكل مثل اضطراب الدورة الشهرية وعدم القدرة على الحمل عند السيدات. اما عند الرجال فقد يؤدي فرط البرولاكتين الى انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب. الهرمون السابع المهم هو هرمون الادرينالين او هرمون الطوارئ. هرمون الادرينالين هرمون تفرزه الغدة الكظرية وبعض الخلايا العصبية، وهو يؤدي لزيادة معدل الايض وتمدد الاوعية الدموية المغذية للقلب والمخ. هرمون الادرينالين هرمون ضروري للجسم، حيث يلعب دور رئيسي في الاستجابة للتوتر والخطر، وهو يعتبر هرمون وناقل عصبي. هرمون الادرينالين يسمى ايضا الابنفرين، بيتم افرازه كاستجابة لاي نوع من انواع التوتر والخطر مثل الخوف والغضب او الالم او الاجهاد، وكذلك ممكن يفرز كاستجابة لانخفاض مستوى السكر بالدم. للادرينالين تأثيرات متعددة ومتفرقة على الجسم، مثل زيادة معدل ضربات القلب وزيادة قوة انقباضات عضلة القلب وانقباض الاوعية الدموية في الجلد والجهاز الهضمي، وزيادة تدفق الدم الى العضلات والهيكل العظمي، وزيادة وارتفاع ضغط الدم، ويزيد من افراز الكورتيزول من الغدة الكظرية كاستجابة للتوتر والخطر. وايضا من مهام الادرينالين استرخاء العضلات الملساء في الشعب الهوائية وتوسيع حدقة العين. كل دي تأثيرات هرمون الادرينالين او الابنفرين اللي بنعتبره هو هرمون الخطر او الخوف او التوتر. وتعرف الاستجابة للتوتر بانها مجموعة من التغيرات الجسدية والنفسية والعصبية التي تحدث كاستجابة للخطر او التهديد، والادرينالين بيلعب دور البطولة في هذه الاستجابة. عندما يفرز الادرينالين فهو بيعدل وظائف الجسم علشان يجهز الجسم لمواجهة الخطر او الهروب من هذا الخطر. فزيادة معدل ضربات القلب وزيادة وارتفاع ضغط الدم، كل ده بيؤدي لتزويد العضلات بكميات اكتر من الاكسجين والمواد الغذائية، وده بيساعدها للعمل بشكل افضل. وايضا الادرينالين بيعمل انقباض للاوعية الدموية في الجلد والجهاز الهضمي، وده بيساعد على توجيه الدم للاعضاء الحيوية زي القلب والدماغ والعضلات.
والأدرينالين بنعتبره أهم علاج في حالات الطوارئ، في حالات توقف القلب والغرق والحوادث، وكذلك حالات الحساسية الشديدة. هناك آثار جانبية للأدرينالين زي القلق والتوتر والرعشة وخفقان القلب والصداع والدوخة والإغماء واضطرابات المعدة. الهرمون الثامن المهم لوظائف الجسم هو هرمون الكورتيزول. يتم إفراز هرمون الكورتيزول من الغدة الكظرية، لكن يتم تنظيم إفرازه من الغدة النخامية الموجودة بالدماغ. وهرمون الكورتيزول بيساعد في السيطرة على الإجهاد البدني والنفسي، وأيضا الهرمون ده له علاقة بالخطر تماما زي الأدرينالين، لأنه في حالة الخطر بيعمل على زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم وزيادة معدل التنفس. ويعرف هرمون الكورتيزول بهرمون التوتر لأنه يرتفع في الدم بسبب الإجهاد والتوتر. هرمون الكورتيزول أو الستيرويد بينتجه الجسم كاستجابة للإجهاد، وهو يمكن أن يساعد في إنتاج الطاقة من مخازن الجسم ويساعد على تقليل الالتهاب وتعزيز وإصلاح الأنسجة. عندما يرتفع الكورتيزول فإنه يحفز الجسم بتحويل الدهون والكربوهيدرات والبروتينات إلى طاقة، ويقلل الالتهاب ويقلل الشعور بالألم. وبرغم كل الفوائد دي، لكن الارتفاع المزمن في مستوى الكورتيزول بالجسم بيؤدي لمشاكل كتيرة زي ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن وهشاشة العظام وضعف الجهاز المناعي واضطراب في النوم والمزاج العام والذاكرة. وهناك أسباب كتيرة لارتفاع الكورتيزول في الجسم، أهمها الإجهاد، تعاطي المخدرات، قصور الغدة الدرقية، بعض الأدوية مثل الكورتيكوسترويد أو أدوية الكورتيزون. الهرمون التاسع المهم للجسم هو هرمون النمو جروس هرمون، ويعرف ايضا بهرمون السوماتوتروبين. يتم افراز هرمون النمو من الفص الامامي للغدة النخامية في الدماغ، وهو يحفز النمو والتطور للجسم ويجدد الخلايا ويعزز الايض. يتم افراز هرمون النمو بشكل طبيعي في مرحلة الطفولة والمراهقة، ويساعد على نمو العضلات والعظام والاعضاء المختلفة بالجسم، ومع التقدم في العمر بينخفض افرازه تدريجيا. وافراز هرمون النمو يتم بشكل اساسي خلال مرحلة النوم العميق، ويتأثر باشياء كتيرة زي التغذية والتمارين الرياضية والجينات الوراثية. ويستخدم هرمون النمو البشري في علاج حالات طبية معينة زي قصر القامة الناتج عن قصور الغدة النخامية، وزي مرض نقص هرمون النمو عند البالغين، وزي متلازمة تيرنر التي تصيب الإناث وتؤدي لنقص هرمون النمو. وكذلك يستخدم هرمون النمو لعلاج بعض الحالات غير الطبيعية زي تحسين الأداء الرياضي وتقليل التجاعيد وعلاج البشرة وتقوية العظام وتحسين قوة العضلات وزيادة الكتلة العضلية وتقليل الدهون بالجسم. الهرمون العاشر والأخير المهم جدا لوظائف الجسم هو هرمون المزاج أو السعادة أو السيروتونين. بينظم المزاج والنوم والذاكرة والهضم، وانخفاض مستوى السيروتونين يؤدي للاكتئاب والأرق والصداع النصفي وزيادة الوزن. يتم إفراز هرمون السيروتونين أو هرمون السعادة بواسطة الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي والجهاز الهضمي. وأيضا يمكن الحصول على السيروتونين من الأطعمة اللي بتحتوي على الأحماض الأمينية التريبتوفان في الشوكولاتة الداكنة والموز والبذور والمكسرات وخصوصا البندق. وظائف السيروتونين تنظيم المزاج ومنع الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية، تحسين النوم لأن السيروتونين بيساهم في تنظيم دورة النوم والاسترخاء. ومن وظائفه المهمة أيضا التحكم في الشهية والوزن، زيادة السيروتونين تؤدي للشعور بالشبع وتقليل الشهية. ومن وظائفه المهمة أيضا تحسين وظائف الجهاز الهضمي حيث يؤثر على حركة الأمعاء. نقص هرمون السيروتونين في الجسم يؤدي إلى الاكتئاب والقلق والتوتر وإلى اضطرابات النوم واضطرابات الأكل ومشاكل الجهاز الهضمي والصداع النصفي وآلام العضلات. بكده اتكلمنا عن 10 هرمونات هامة معززة لصحة وظائف الجسم المختلفة. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.